السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها بهاي الحلقة. أهلا بكم مجددا. يواصل فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي تحقيق إنجازات متقدمة في حملة الإغاثة التطوعية الخدمية لمناطق بغداد المحرومة، وبناء على توجيهات سابقة من رئيس الوزراء جهود كبيرة بالعدة والعدد في أكبر العمليات الخدمية على مستوى العاصمة بغداد، واللي تستهدف مناطق واسعة فضلا عن أخرى مرشحة وقع عليها رادار الجهد الهندسي تحديدا. معالجات مباشرة وعاجلة لقطاعات تمثل أولوية بالنسبة للمواطن في المناطق اللي تعاني من ضعف الخدمات، بالشراكة مع المؤسسات الحكومية المعنية اللي تمثل الأضلاع الثلاثة: الجهد الهندسي، الحشد الشعبي، والمكتب الهندسي في مجلس الوزراء وأمانة بغداد. هذه الجهود الجبارة تأتي بالتزامن على خط واحد من المنجزات المبذولة، فكانت تجسيد حقيقي وواقعي لشعار يد تقاتل ويد تبني. أما في ملفنا الآخر مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة، فراح نتابع الجلسة الاستثنائية اللي صوت مجلس الوزراء فيها على برنامج الحكومي المشتمل معالجات جوهرية لقطاعات رئيسة وحيوية لم تستطع الحكومات السابقة من وضع حلول جذرية لمسلسل أزماتها المتكررة والمتفاقمة. البرنامج ليس حبرا على ورق، إنما رؤية شاملة ثاقبة، هكذا تصفه الحكومة، فهو حدد باشتراطات معينة وبتوقيتات زمنية عقد نهاية أمدها يقيم أداء الفريق الوزاري اللي وعد بتغيير الكثير من المسارات الخاطئة وتأسيس هيكلية مغايرة لنظام الإدارة الحكومية. طبعا هنا اختبار قياسي بالمهلة الزمنية رسمتها الحكومة وفي خطواتها بنفسها لإثبات أحقية مشروعها وتحركاتها. كل هذه التفاصيل راح نتابعها في سياق حلقتنا لهذه الليلة، تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. يواصل الجهد الخدمي والهندسي للحشد الشعبي أعماله في تحسين الخدمات لمختلف المناطق في جانبي الكرخ والرصافة فضلا عن عدد من المحافظات الأخرى. فبلغة الأرقام أنجز هذا الفريق العديد من المهام وحقق فيها نتائج حسنت من الواقع الخدمي، وهذا ما يبدو ملموس في تعاطي المواطنين وتقديرهم للجهود المبذولة في هذا الشأن. خلونا نفتح هذا الموضوع لكن بعد أن نشاهد استطلاع الرأي الآتي. باشر مدير الهندسة العسكرية بالمرحلة الأولى في شارع 20 بمادة التراب وتسوية الأرض وحد لها لتمهيدا إلى مادة السبيس وبعدها التبليط. طول الشارع 400 متر والعرض 14 متر. هاي المناطق ما بيها كل خدمات، يعني مناطق هي عدد سكانها كلش كبير، شلون متباوع له بالالاف وما بياكل خدمه. بس هاي الحكومه والجهد الهندسي مشكورين على هذا العمل الجيد وعمل نظامي وعمل انه ما يحتاج واحد يعبر عنه لين يشوف العين. وبهذه المناسبه نقدم شكرنا وتقديرنا لجميع الجهد الهندسي اللي اشترك بهذه المهمه لهذه المناطق الفقيره. سمكتور بالذات يسمونها مقبره الاحياء، قبل سموها مقبرة الأحياء لأنه ما كان أي خدمات، لا مجاري، لا تبليط، لا مداد. هذا التبليط هذا نعمة من الله، الارتفاع 10 سنتيم، العرض 10.
من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريمين أستاذ جمعة العطواني رئيس مركز أفق للدراسات، حياك الله أستاذ جمعة ضيفا كريما، وكذلك أرحب بضيفي الكريم أستاذ عبد الرزاق المالكي عضو فريق الجهد الخدمي، حياك الله أستاذ عبد الرزاق. أستاذ جمعة، نتحدث عن الحملة اللي قامت بها الحكومة، وخلينا دائما نرجع إلى جذور المسألة السياسية. عندما كانت هنالك وعود من قبل الإطار التنسيقي بأنه لو شكل الحكومة راح يشكلها تحت عنوان حكومة الخدمات، أتت حكومة الإطار التنسيقي برئاسة السيد السوداني، وكان هنالك استناد إلى الإطار، والإطار هو نواة تحالف إدارة الدولة، بالتالي هذه القوة السياسية هل تدعم عمل الحكومة؟ هل شعار حكومة الخدمات يتحقق في هذه الإنجازات السريعة للمواطن اللي يريد يلمس شيء يصل إليه مباشرة عبر الخدمات الضرورية والأساسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك أستاذ أحمد وضيفك الكريم أستاذ عبد الرزاق ومشاهدي قناة الأيام الأفاضل. أعتقد هذه الحكومة يمكن أن نسميها حكومة استثنائية لاعتبارات عدة، واحدة من هذه الاعتبارات أننا لأول مرة ربما منذ أكثر من 10 سنوات نجد حالة التكامل ما بين الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً المتمثلة بالإطار وما بين رئيس الوزراء. خلال السنوات الماضية وجدنا حالة من الانشقاق، حالة من الاختلاف، حالة من التقاطع في الرؤية. الآن وجدنا حالة من التكامل، كتلة داعمة وكابينة حكومية أيضاً متكاملة صوتت بالإجماع على البرنامج الحكومي. أكثر من ذلك، ربما لأول مرة نجد أن هنالك تحالف يسمى بتحالف إدارة الدولة هو الآخر داعم بالإجماع لهذه الحكومة، وهذا بالتأكيد يمثل نقطة مهمة لانطلاق الحكومة لتنفيذ برنامجها. القضية الأخرى، في داخل الكابينة الحكومية وعلى رأس هذه الكابينة شخصية متمثلة بالسيد محمد الشياع السوداني، الذي هو جاء ضمن التراتبية الإدارية من قائم مقام إلى محافظ إلى وزير لأكثر من وزارة حتى وصل إلى رئاسة الوزراء. إذا لديه تصور كامل عن طبيعة الإخفاقات وأسبابها وأيضا عن طبيعة العلاجات الواقعية. البرنامج الحكومي كما قرأناه برنامج واقعي، ليس مثالي وليس طوباوي. النقطة الأهم كما تفضلت حضرتك أنه لم يكن البرنامج حبر على ورق، بل وجدنا أن الحبر قد نزل إلى الأرض قبل أن يكتب على الورق. هذا الجهد الهندسي الكبير بالتأكيد وجد أصداءه لدى المناطق المحرومة الفقيرة التي كانت تعاني خلال عقد ونصف تقريبا من الزمن من أبسط الخدمات اللي هي حق طبيعي لأي مواطن عراقي. وجد هذا المواطن بأن الجهد الهندسي نزل إلى الأرض، وأي جهد هندسي لأول مرة أيضا خلال عقد ونصف نجد بأن الجهد الهندسي الذاتي الحكومي بمعنى حكومة السيد السوداني تجاوزت حتى التخصص في الوزارات. لأول مرة نجد الحشد الشعبي ينزل بجهد الهندسي وبكل قدراته الخدمية ليقوم بإكساء وتبليط عدد كبير من الشوارع المحرومة. إذن هنالك حالة تكامل حتى في داخل الجهد الهندسي، بينما خلال سنوات مضت وجدنا وزارة الإسكان على سبيل المثال تعمل بمنأى عن بقية المؤسسات في المحافظات. إذن هنالك حالة من التكامل فيما يخص الدعم السياسي لهذه الحكومة، وحالة تكامل داخل الإطار الحكومي. وهذا بالتأكيد تمثل يعني في نعم في حالات سابقة، وشفنا المواطنين متضررين على أقل تقدير. إذا هسه نحكي على موضوع تبليط الشوارع، شفنا المواطنين المتضررين وصار عندهم لبس حتى في المسؤولية. لما أقول لك أنه تأخذ مني غرامة وأنا سايق مركبة وأحول سيارتي، وتأخذ مني الغرامات وتأخذ مني الضرائب، بالتالي هاي الغرامة العالية مقابلها طسات بالشوارع. ولما تابعنا هذا الموضوع إعلاميا، وحضرتك سيد العارفين، المرور يقولها إحنا الجباية الأموال تروح للمالية، الطرق والجسور يقول لك هاي مو مسؤوليتنا، مسؤولية أمانة بغداد، وتقاذف المسؤوليات من شخص إلى آخر ومن جهة إلى أخرى، بالتالي ما أصلحنا أي خلل في هذه المنظومة. اليوم لما تكون هنالك نكران للذات وتوحيد لهذه الجهود،
المواطن لما يلمس هذه الخدمات راح يكون هذا مصداق لحكومة الخدمات اللي نادى بها الإطار؟ شوف بلا أدنى شك استكمال اللي الإثارة اللي تفضلت بها حضرتك أنه المواطن يريد أن يرى عين في الجهد الحكومي، حتى عندما تأتي الحكومة لتستقطع جبايات وضرائب وغيرها يمكن أن يمتثل لها المواطن العراقي، مو فقط في جانب الخدمات التبيط والمجاري والمي، وإنما حتى مثلا في قطاع الكهرباء نجد كثير من المواطنين ربما يمتنع عن تسديد فاتورة الكهرباء لأنه يقول لك أنا أعطي للمولدات الأهلية غالبية الوقت هو للمولدات الأهلية، فأنا أعطي للمولدات الأهلية فكيف يمكن لك أن أعطيك أنت لا توفر لي كهرباء؟ إذن على الحكومة أن تترك أثرها على الأرض وبعد ذلك تبدأ قضية الواجبات، يعني هنالك حقوق للمواطن لابد أن تبذله الحكومة، بعد ذلك تطلب من المواطن أن يقوم بواجباته. ما قامت به حكومة السيد السوداني هو ضمن هذه النظرية، جهد على الأرض، بالمناسبة مو فقط في جانب الخدمات المدنية، في قضايا الصحة والتربية أيضا هنالك جهد كبير، يعني الحكومة أحصت ما يقارب 14 مستشفى كبير في بغداد والمحافظات، نسبة الإنجاز 75-80%، بمعنى أنه لا يحتاج إلى جهد كبير. أسف مقاطعة، يعني هذا الناقشة في أيضا ملف متخصص في هذا الموضوع، ولكن في هذا الجهد الخدمي حاليا خلينا نتحول إلى لغة الأرقام إذا تسمح لي، وجدت ترحابي بضيفي السيد عبد الرزاق المالكي. أستاذ عبد الرزاق، نتحدث بلغة الأرقام، شنو هي المناطق اللي تم شمولها في العاصمة بغداد في جانبي الكرخ والرصافة، ونسب الإنجاز اللي تحققت باعتبار حضرتك أنه فريق أو عضو فريق الجهد الخدمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لقناتكم الكريمة، أحييك وأحيي ضيفك الكريم، لك كل التحايا لهذه الفرصة، لتحت هذه الفرصة للتكلم عن موضوع الجهد الخدمي الهندسي. طبعا بعد أن صدر قرار مجلس الوزراء بالرقم 286 لسنة 2022 وبتوجيه من دولة رئيس الوزراء المحترم، تم وضع خطة لشمول المناطق المحرومة على جانبي الرصافة والكرخ. المناطق التي استهدفت للفترة السابقة 14 منطقة، منطقة شاكر العاني ومنطقة الدوانم ضمن قاطع الشعلة، ومنطقة التاجيات ضمن قاطع بلدية الكاظمية، المناطق الأخرى التي استهدفت ضمن منطقة الشعب، حي الكوفة وحي سبع قصور وحي المصطفى والبساتين وحي الكوثر، المناطق التي استهدفت ضمن قاطع بوب الشام، منطقة واحد حزيران ومنطقة الإصلاح ومنطقة سريدات، وكذلك منطقة النهروان ضمن قاطع بلديات بغداد، وضمن المحافظات محافظة الديوانية شملت 4 مناطق ضمن الخطة. الأعمال التي أنجزت سابقا ضمن هذه المدة، تم تبليط منطقة شاكر العاني وتطبيق الفروع في المقرنص، أيضا باشرنا بأعمال التبليط ضمن منطقة سبع قصور، والأعمال مستمرة ضمن نفس الحي لتهيئتها لأعمال التبليط. تم تبليط الشارع الرئيسي الرابط بين منطقة الحميدية ومنطقة سيطرة سبع قصور، باشرنا يوم أمس بالجزء الآخر الذي الشارع الحولي الذي يربط منطقة الحميدية بمنطقة سبع قصور. الأعمال اليوم تم تبليط منطقة البساتين، شارع رئيسي في هذه المنطقة كجزء أول بطول 550 متر وعرض 14 متر. هذه الأعمال التي نفذت هي أعمال بنى تحتية، إعادة تنظيم أعمال المجاري، كون أعمال المجاري المنفذة سابقا هي مجاري عشوائية، تم مد أنابيب فرعية في الخطوط الفرعية للمنطقة وربطها بالشارع الرئيسي، وكذلك إعادة اشتراك الماء للدور السكنية. طبعا نفذت الطبقات الثلاث، هي الطبقة الترابية والسبيس والاستابلايزر بسمك 10 سنتيم وبمواصفات، حيث وجه دولة رئيس الوزراء المحترم بأن تكون هذه الأعمال ثابتة وليست ترقيعية، وبإشراف مختبر متخصص اللي هو مختبر أبو الرشد الذي التابع إلى أمانة العاصمة.
خطتنا مستمرة. حي الكوفة على أبواب التبليغ إن شاء الله الأسبوع المقبل، وأيضا حي الكوثر. جميع الأحياء يسير العمل فيها بوتيرة متصاعدة. بدأنا نوسع عدد الآليات والكوادر العاملة. خطتنا للنزول للمحافظات تأتي تباعا، نزلنا إلى محافظة الديوانية، وهناك خطة لشمول عدد آخر من المحافظات. طيب أستاذ جمعة، يعني يشير ضيفي الكريم إلى أن توسع هذه الخطة لم يشمل بغداد فقط، وكانت هنالك المحافظات شملت وستشمل بهذا الإعمار. نستذكر زيارة رئيس الوزراء إلى محافظة الديوانية واستقبال طبقات كثيرة من المجتمع الديواني. هنا نحكي على الجهد اللي يمنح ويبذل في هذه المحافظة، فلا تزال الأعمال مستمرة. هنا نتحدث عن جزئية، لما يأتيك، خلينا نحكيها بمناطقية، لما يأتيك رئيس وزراء هو ابن الجنوب وهو أعرف بتفاصيل واحتياجات هذه المحافظات، فضلا عن النظرة العمومية لخصوصيات كل محافظة بمحافظتها، ولكن التركيز راح يصير على محافظات الجنوب باعتبارها الأكثر تضررا في المرحلة التي مضت. مناطق محررة نالت استحقاقها من الموازنة باعتبارها مناطق محررة وضرورة الإعمار. في إقليم كردستان هنالك مسالك خاصة للإعمار، ولكن مناطق الجنوب والوسط تضررت دون أن تستفيد أي شيء، لا بترا دولار ولا غيرها من هذه التفاصيل. كيف تنظر إلى هذه الجزئية أستاذ جمعة؟ زيارة السيد السوداني إلى محافظة الديوانية لم تكن زيارة عاطفية وغير مدروسة، وأكد السيد السوداني ذلك بأحد مؤتمراته الصحفية، أنه زيارته لمحافظة الديوانية لأنه وفق الإحصاءات التي قدمت من وزارة التخطيط بأنه محافظة الديوانية هي من أكثر المحافظات العراقية فقرا، ولهذا هو انطلق من هذه المحافظة. القضية الأخرى أيضا في برنامج الحكومي الذي ربما نتطرق عنه، أكد على ضرورة أن تكون قضية الخدمات كجهد حكومي تأخذ بنظر الاعتبار نسبة الحرمان في الكثير من المحافظات، وهذا ما منصوص عليه في حتى في الدستور العراقي، أنه توزع الثروات بين أبناء الشعب العراقي بالتساوي، على أن يؤخذ بنظر الاعتبار نسبة الحرمان بسبب سياسات النظام البحثي المقبور. هذا بالتأكيد ضمن استحقاقات اجتماعية وقانونية ودستورية. نعم، ربما كانت الانطلاقة من بغداد بسبب وصفها عاصمة، ولا بد أن تكون خدمات تليق بالعاصمة، وأيضا المساحات المهملة في أطراف بغداد مجتمعة بالتأكيد ربما تعادل أكثر من محافظة من محافظاتنا الجنوبية، لكن هذا لا يعني بأن القضية سوف تقتصر على بغداد. والسيد السوداني في برنامجه أعطى مدة 3 أشهر للمحافظين وستة أشهر للوزراء حتى يتبين مدى جديتهم وكفاءتهم في تنفيذ المشروع الخدمي. إذن هنالك ثمة أصطلع عليها بثورة من الخدمات تنطلق من بغداد وصولا إلى أقصى نقطة في المحافظات الجنوبية وكذلك في المحافظات الغربية، على اعتبار أنهم إقليم كردستان هو له خصوصيته الإدارية فيما يتعلق بالخدمات. إذن الحكومة تتحرك وفق برنامج مدروس ورؤية مدروسة وضمن الإمكانيات المتاحة. يعني حكومة السوداني كما هو معلوم ربما دستوريا انتهى من عمرها سنة، على اعتبار أنهم الدستور ينظر إلى البرلمان تاريخ تشكيل البرلمان ولا ينظر إلى تاريخ تشكيل الحكومة. 4 سنوات تشريعية من عمر البرلمان، سنة انتهت تقريبا وبضعة أشهر بقية 3 سنوات إذا لم تكن هناك انتخابات مبكرة. وضع البرنامج على أساس هذه المدة الزمنية، وأعتقد هذا هو برنامج حكومي عملي وواقعي. إذا بقي الاستمرار لهذا الجهد مدى عام، كن على ثقة أستاذ أحمد، سوف نجد ثمة آثار عملية في مدى الخدمات التي تقدم إلى المواطن العراقي. وأيضا أعتقد بأنه خلال السنتين أيضا القادمة سوف نجد تغيير حقيقي. هذا التغيير الحقيقي سوف تكون له آثار اجتماعية، سوف تعاد العلاقة المقطوعة إلى حد كبير ما بين المجتمع العراقي وما بين الحكومات والقوى السياسية، لأن المواطن
لا يريد أكثر من حقوق الطبيعية، فعندما توفر له حقوق طبيعية بالتأكيد سوف يتعاطى معك ويتعاطى مع القوى السياسية أيضا بجانب إيجابي. لحد هذه اللحظة من خلال استبيانات التي تم عملها في بعض مراكز الدراسات وجدنا ثمة قناعة ورضا واطمئنان للمواطن العراقي بأن الحكومة هذه تختلف عن سابقتها بأنها أكثر جدية، لأن الشعارات التي كانت تطرح سابقا كانت شعارات يعني دقة إسفين ما بين المواطن وما بين حتى البرامج الحكومية. أما هذه الحكومة قبل أن تقرأ النخب البرنامج الحكومي وقبل أن يسوق في الإعلام، وجدنا الحكومة نزلت الأرض والمواطن تفاعل مع هذا الجهد الميداني. طيب أستاذ المالك، نتحدث أيضا عن هذا الجهد الميداني اللي يشير لسيد جمعة العطواني. نعم. نتحدث بأركان هذه المثلث الثلاث وأضلاع هناك، يعني الجهد الآلي للهندسة العسكرية للحشد الشعبي، هنالك أيضا أمانة بغداد، المكتب الهندسي للأمانة العامة لمجلس الوزراء. شلون يتم التنسيق بين هذه الأطراف الثلاثة في تحقيق هدف واحد هو خدمة المواطن؟ رأس الفريق طبعا هذا الفريق يشمل كوادر الوزارات المتقدمة. رئيس الفريق وزير وكيل وزير الإعمار الأستاذ جابر الحساني، وأيضا عضوية وكيل وزارة الكهرباء الأستاذ نزار، ومدراء عامين من مختلف الوزارات التربية والصحة والنفط. حددت المسؤوليات ضمن هذا الكادر، يعني على سبيل المثال وزارة النفط أوكلت إليها تجهيز الوقود وكذلك صيانة الآليات، والكوادر الأخرى سلمت إليها مسؤوليات فنية وكذلك أمور تنظيمية. الكوادر العاملة والمنفذة في أرض الواقع هي هيئة الحشد الشعبي، الهندسة العسكرية، وكذلك أعمال البنى التحتية تنفذ من قبل أمانة العاصمة المتمثلة ببلدية الشعلة وبلدية الشعب ضمن المناطق الـ14 اللي تمت المباشرة فيها. التنسيق جيد بعد أنه عقد اجتماع أول مع دولة رئيس الوزراء. الاجتماع الأول تم وضع الخطط لهذه المناطق، وتم الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع دوري مع دولة رئيس الوزراء. المتابعة مستمرة قبل رئيس الوزراء شخصيا للاطلاع على نسب الإنجاز، وكذلك اجتماع الفريق الدوري والمتابعة اليومية من قبل اللجان التي شكلت داخل الفريق. هذه اللجان صنفت، هناك لجان للجهد الآلي ولجان لجمع البيانات ولجان هندسية وقانونية، وهذا أدى بالنتيجة إلى تقدم سريع في نسب الإنجاز في وقت. يعني هذا التقدم السريع أستاذ عبد الرزاق يعني ما واجه تقاطعات في الصلاحيات أو يجوز توليفة، خلي نفترض أنه غير متجانسة، لم تعمل من قبل بهكذا فريق؟ يعني هي التقاطعات موجودة، التقاطعات السابقة خاصة بين المحافظة وأمانة العاصمة. السبب الرئيس لحرمان هذه المناطق من تقديم الخدمات هو سبب عدم تحديد المسؤولية، هل هي ضمن حدود أمانة العاصمة أم ضمن حدود محافظة بغداد. هذا الفريق بعد تشكيله تم تجاوز هذه العقبة، وضع الغطاء القانوني وكذلك جميع المخرجات القانونية التي تم الاتفاق عليها داخل اجتماع الفريق فعلت، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتمليك هذه العشوائيات وتغيير جنس الأراضي. أيضا هناك أمور مالية وقانونية يتم حلها عن طريق الاجتماع، كون جميع الدوائر خاصة وزارة التخطيط ووزارة المالية وأيضا عضو من الرقابة المالية متواجد معنا في الفريق، فجميع ما يحتاجه الفريق من صلاحيات قانونية ومالية تحل مباشرة دون اللجوء إلى المخاطبات حتى نتجاوز الروتين والبيروقراطية في العمل. أشكرك شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق المالكي عضو الفريق للجهد الخدمي في هذه الحملة، أثريت الحوار وحللت ضيفا كريما. تتفضل بالبقاء معي الأستاذ جمعة العطواني كي نتابع بعد الفاصل مشاهدي الأحبة. شكرا.
مجددا حياكم الله، وجدت ترحابي بحضرتك استاذ جمعة العطواني، وارحب ايضا بضيفي الكريم الدكتور عبد الرحمن المشهداني الخبير الاقتصادي. حياك الله دكتور عبد الرحمن. استاذ جمعة، يعني في الدورات السابقه كانت الامور تسير وفق اتجاهين، اما احتياجات شعبيه ضاغطه ووعود بتحقيقها، او لربما هنالك الكتل السياسيه تضغط باتجاهات أخرى لتحقيق المصالح. اليوم ضغط رئيس الحكومة على هذه الكتل السياسية، على الكابينة الوزارية، وضع سقوف زمنية، كيف تقرأه، بأي اتجاه؟ ابتداء تحية الأستاذ عبد الرحمن. وقضية الضغط ليست ضغط رئيس الوزراء على الكتل، وإنما هو ضغط الشارع على الكتل السياسية وحتى على الحكومة. بعد الانتخابات الأخيرة تيقن القوى السياسية والزعامات السياسية بأن الهوة فيما بينهم وما بين الشارع أصبحت كبيرة وكبيرة جدا، ولهذا أصبح مصيرهم مرتبط بنجاح الحكومة. ولهذا وجدنا الإطار يقول بأن هذه الحكومة هي حكومة إطارية بامتياز، بينما سابقا خلال السنوات الماضية وجدنا بأن القوى التي تشكل الحكومة تتنصل بعد مدة قليلة عن تحملها لهذه المسؤولية. أيضا دعم القوى السياسية للسيد السوداني ولكابينة الحكومية ليقينهم بأن نجاح الحكومة هو نجاح لهم، وفشل الحكومة فشل لهذه القوى السياسية. فكل اجتماع يحصل للإطار يصدر بيان بأنهم داعمون لكل خطوات الإصلاحية التي قام بها السيد السوداني في مجال الفساد ومحاربته، في مجال الخدمات أيضا والشروع فيها، وفي المجالات الأخرى الواعدة التي ننتظرها في هذا البرنامج الحكومي. طبعا بالتأكيد الآن الأنظار شاخصة صوب إقرار الموازنة، ومن خلال هذه الموازنة أيضا سوف تتضح فلسفة الحكومة في برامجها القادمة ومدى قدرتها على تنفيذ برنامجها من خلال الإمكانيات المالية المتاحة. طيب دكتور عبد الرحمن، يعني نتحدث هنا عن ما وضعه رئيس الحكومة من سقف زمني لأعضاء الحكومة أو التنفيذيين في هذه الحكومة، الدرجات الخاصة نعني بها، وبالتالي هل هو تلويح بالقوة بأن يستثمروا هذه الفترة لتحقيق البرنامج الحكومي، أم هو تلويح بورقة أخرى لتجديد هذه المناصب ورفدها بدماء جديدة تؤمن بهذا التغيير؟ شكرا جزيلا أستاذ أحمد، تحياتي لحضرتك والصديق العزيز الأستاذ جمعة ولكل المشاهدين الكرام. الحقيقة شوف، أنا البارحة أيضا سمعت المدد اللي منحها السيد رئيس الوزراء، ورأسا استذكرت أن الوزارات السابقة أيضا منحوا 100 يوم وعملية التدقيق، لكن هل هذه الثلاثة أشهر كافية لتقويم أداء المدراء العامين، والستة أشهر كافية لتقويم أداء الوزراء؟ يعني أنا أعتقد أن الأمر مرهون بعدة عوامل أشار لها أستاذ جمعة. يعني إحنا الآن نطلع إلى الموازنة، يعني أنت كيف تريد من مدير عام أو من وزير يكون كفو وهو مقيد في الموازنة العامة، يعني ما عنده تخصيصات للجانب الاستثماري ربما تكون محدودة خاصة. هنا قد أقاطع وياك دكتور، وحضرتك يعني نعم خبير اقتصادي، يعني حتى خلينا نروح لمجالس المحافظات، رجعت الكثير من الأموال المرصودة لهذه المحافظات في نهاية كل سنة وما صرفت منها شيء، يعني كانت الأموال موجودة ولكن ماكو تحرك على مستوى إنجاز الخدمات، ناهيك عن بعض ما رصد للوزارات، هسه ما ندري الوزارات رجعت الموازنة أو لا، بس هذه كمعلومة، يعني المحافظين عندهم أموال ولكن يرجعوها لخزينة الدولة. أنا أعتقد أنه الأمر الآن اختلف كثيرا، يعني الحقيقة يعني مثل ما أشار أستاذ جمعة أنه الحكومة إطارية وهم الكل يعني تعتقد أنه هي حكومة الفرصة الأخيرة مثل ما أسماها البعض، يعني ماكو امامهم خيار سوى تقديم الخدمات. يعني احنا عندما نتحدث عن السنوات السابقه، هذه اللي تتحدث عنها يا استاذ قبل 2014، بعد 2014 كانت كلها ازمه وتقشف بفعل انه كانت داعش محتله 3 أو 4 محافظات، انهيار اسعار النفط الشديد، ثم بعد ذلك جاءت جائحه كورونا. الان الامر مختلف، يعني انا اعتقد انه المحافظين تحرروا من هيمنه اعضاء مجالس المحافظات. وواحدة من المشاكل، أنا يروي لي أحد السادة المحافظين أنه كان الصراع داخل الكتلة نفسها، أنه شخص قدم مشروع وهو المشروع ممكن كان يخدم أبناء المحافظة بشكل كبير في إحدى المحافظات الجنوبية.
ولانه انشق من هذه الكتله، نفس الكتله اعترضت على التصويت على هذا المشروع وفشل المشروع. انا اعتقد انه الان لا هناك حاجه ملحه، وبالمناسبه هي الحاجات اللي نتحدث عنها ما هو السيد رئيس الوزراء شخصها يعني اليوم، وما تحتاج يعني نحن بحاجه الى المستشفيات، بحاجه الى المدارس، بحاجه الى الطرق، بحاجه الى شبكات الصرف الصحي، بحاجه الى المجمعات السكنيه والوحدات السكنيه. يعني هذه المشكله اللي تخص الخدمات العامه اللي هي تمس حياه المواطنين، فكل المحافظات تعاني من هذا النقص الشديد، سواء اختلفت من محافظه الى اخرى، لكن انا اعتقد ان الكل تعاني من عجز كبير في الوحدات السكنية، في المستشفيات اللي ممكن تقدم الخدمات والرعاية الصحية والمراكز الصحية، المدارس اللي احنا المشكلة الآن في القرن الـ22 واحنا دا نتحدث عن المدارس الطينية وطلاب يقعدون بالقاع، ما موجودة هذه الصورة، او معلمين مجانيين، وين اكو معلمين مجانيين بكل دول العالم صار لهم اكثر من 10 سنوات والله معلم مجاني، ماكو هذه الصورة. نعم. طيب استاذ جمعة، يعني نتحدث عن قادة رأي أوضحوا رأيهم بأنه هذه المدد الزمنية قد تكلفنا كثير من الأموال، باعتبار أنه أكو إرادة سياسية لتحقيق هذه المشاريع، أكو وفرة مالية، لكن الأدوات هي نفس الأدوات اللي ما قدرت تحقق هذه الإنجازات في دورات سابقة. هذه الآلية وهذه الجزئية بعدم تغيير هذه الدرجات وإعطائهم فرصة، الفرصة ما راح تكلفنا في حال فشل البعض منهم في تحقيق ما رسم له؟ لا بالتأكيد هذه الشخصيات هي جزء من المشكلة، بمعنى هي جزء من العلة وليس العلة التامة، بمعنى تمام. آخر أنه مو سبب الفشل هو فقط المحافظ أو الوزير، مجموعة عوامل أدت إلى إخفاقات في الأداء الحكومي على مستوى الحكومات المحلية وعلى مستوى الحكومات الاتحادية. ولكن بالتأكيد أعتقد أنه السيد السوداني يريد أن يوصل رسالة إلى أصحاب القرار في الجانب التنفيذي سواء وزراء أو محافظين، بأنه لابد أن تكون لديهم جدية، وأن النهايات لن تكون سائبة. يعني عندما يشعر الوزير بأنه لا رقيب لا محاسب لا توقيتات زمنية، ربما تحصل حالة من التراخي. المحافظ كذلك، ربما المحافظ يعني اكثر مسؤوليه على اعتبار انه لا مجالس محافظات تراقبه، وهنالك ثمه تدخلات في عمل المحافظين، وهنالك تراجع. بالمناسبه يعني الان التوقيتات صحيح هي 3 أشهر و6 أشهر والموازنه غير مقرره، لكن لدينا قانون الامن الغذائي اللي بمليارات من الدولارات مخصصه ايضا لعمل المشاريع، ولحد الان منذ اقرار القانون ولحد هذه اللحظة لم نجد ثمة جدية لدى المحافظين في تنفيذ هذا القانون. بعض المحافظين حتى ما عنده قدرة أنه يتعامل مع وزارة التخطيط ويلبي لها ما تريد منه من إجراءات إدارية حتى توفر له أو تطلق له التخصيصات. إذن هنالك ثمة إخفاق إداري لدى بعض المحافظين، وهنالك إمكانيات مالية. قضايا أخرى ذكر سيد عبد الرحمن قضية المدارس على سبيل المثال، الآن في يوميا آلاف الرحلات تنجز من قبل الجهد الهندسي للحيز الشعبي وتصل إلى المحافظات. أيضا هنالك إمكانيات مخصصة لبناء مدارس. على قد تقدير المواطن لابد أن يشعر بثمة إيجاد بصمة للعمل في بعض المحافظات، مو بالضرورة ينجز في سنة، لكن على قد تقدير خلال 6 أشهر يجد حجر أساس مثلا لعدد من المدارس، وهكذا في 6 أشهر الأخرى. إذن هي رسالة من رئيس الوزراء بأن النهايات أيها الوزراء أيها المحافظون غير سائبة، هنالك توقيتات زمنية. بعد مدة 6 أشهر نراجع عملنا كحكومة، ماذا أنجزنا وبماذا أخفقنا، لماذا أخفقنا، حتى تصحح المسارات في الاتجاه الصحيح. طيب دكتور عبد الرحمن، هذا فيما يتعلق بالمدد الزمنية المحددة لشاغلي المناصب والدرجات الخاصة، ولكن ماذا عن المدد الزمنية اللي تقترن بصرف الأموال؟ هسه يعني مجلس الوزراء أقر الشروع بتنفيذ البرنامج الحكومي بشقين، المسألة الأولى الإجراءات اللي ما تحتاج إلى أموال يطبقوها بالبرنامج الحكومي، أما اللي تحتاج إلى إدراج وتخصيص فينتظرون الموازنة، في حال إقرارها يتم هذا العمل. في هكذا حال راح نلاحظ بأنه إنجازات تقدمها الحكومة خلال هذا الأمد قبل الموازنة وما بعد الموازنة؟ أنا أعتقد أن الحكومة مقيدة الآن
في موضوع الموازنة، يعني هي ممكن تكون يدها مطلقة في موضوع الأمن، قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، لأنه هذا القانون كان على سنتين في عام 22 تصرف، يفترض أن تصرف 17.5 تريليون و7.5 تصرف على عام 23، فيفترض أنه لديهم جزء من الأموال اللي ممكن أن تمول جزء من المشاريع المرسومة واللي خصصت لها هذه الأموال. أما الصرف الفعلي فأنا أعتقد أنه سنبقى مقيدين وسنعمل 1/12 من ميزانية الفعلية لعام 21 لحين إقرار الموازنة. الموازنة لحد الآن أنا أعتقد أنه بين شد وجذب، يعني لا تزال في أدراج وزارة المالية، لم ترسل إلى مجلس الوزراء، يعني ربما خلال الأسبوع القادم أو العشرة أيام ربما يعني المجلس الوزراء ينهيها، ويفترض أن ترسل إلى البرلمان، وأنا أعتقد أنه تحتاج إلى 3 أشهر لمناقشتها وإقرارها في البرلمان، وهذا بالتأكيد راح هذه المدة ليست بالقليلة من عمر الحكومة، خاصة مع هذه التوقيتات اللي موجودة. نعم أستاذ جمعة، نتحدث أيضا عن الخدمات اللي من المفترض أن تقدمها الحكومة، يعني إكمال المشاريع المتوقفة، الأولويات وتحديدها في الجانب الصحي، المدارس، المستشفيات، القطع السكنية، تحويل جنس الأراضي من زراعي، وهو قائمة طويلة وعريضة. هسه اللي ما يحتاج إلى تخصيص مالي، فبمجرد إقرار البرنامج الحكومي راح نشاهد أنه المباشرة الفعلية بتنفيذ هذه الأولويات، أم أنه هنالك جهات لربما ستقف عائق، ليست جهات سياسية فقط وإنما يجوز قانون أو إجراءات معينة تمنع المضي في هذا المشروع؟ السيد السوداني وحكومته واقعيون في قضية برنامجهم، لهذا أكثر من مناسبة يؤكد السيد السوداني بأنه وضع برنامج حكومي لمدة 2 أو 3 سنوات. بالتأكيد بالسنتين أو 3 سنوات على أبعد التقادير لا يمكن أن يلبي حاجات الناس في قضية قطاع السكن مثلا. 3 سنوات وأنت تحتاج إلى كذا مليون وحدة سكنية، هذا أمر صعب المنال، لكن على قد التقدير وفق الإمكانيات المالية المتاحة وأيضا وفق الزمن المتاح لعمر الحكومة، هو تحرك باتجاه الأولويات في خص الخدمات. هنالك مشاريع متلكئة، ذكرت لك أستاذ أحمد تقريبا 15 مستشفى كبير وكبير جدا من بغداد إلى بقية المحافظات، هذه نسبة الإنجاز فيها نسبة كبيرة 70 أو 80%. طيب، بمعنى تحتاج إلى وقت قليل وتحتاج إلى أيضا إمكانيات مالية متاحة لحد الآن يمكن أن تنفذ، فأنت خلال 1.5 سنة مثلا من عمر الحكومة ربما تفتتح أكثر من كذا مستشفى. هاي ربما نتوقف عندها أستاذ جمعة لا تسمح لي، يعني تقول ربما، يعني هنا نتحدث عن ظروف نموذجية لنجاح حكومة السوداني، ولكن خلي نضع قبالتها ظروف أو صعوبات تحول دون التنفيذ. مثل ماذا؟ يعني ما نعرف، يعني البيئة خارجية يعني نعتبرها ضاغطة، تعطي تحديات مثل ما تعطي فرص لربما. أولا على الصعيد السياسي الكل يشعر بالخطر، وتحديدا القوى السياسية الشيعية اللي يصطلحون عليها الكتلة الأكثر الأكبر كذا إلى غير ذلك، يشعرون بالخطر، ليس أمامهم من بد إلا أن يدعموا السيد السوداني وكابينته الحكومية، هذا أولا. اثنين على الصعيد العملي أقول أكو منجز متلكئ، مدارس متلكئة، مستشفيات متلكئة، أيضا هنالك مشاريع خدمية مجاري وغيرها نسبة إنجاز 70-80% متوقفة، هذه لا تحتاج إلى جهد كبير، وحتى لا تحتاج إلى إمكانيات مالية كبيرة جدا، ولا تحتاج إلى وقت كبير جدا. في برنامج السيد السوداني وضع الأولويات وفق هذا، يقول لك أنا خلال 2 سنين مثلا أنجز لي كذا مستشفى وكذا مدرسة وكذا منطقة أكمل إكساءها وبناها والبنية الأساسية، أنا يمثل هذا منجز بالنسبة لي ولحكومتي قياسا إلى الإمكانية المالية وقياسا إلى الزمن الدستوري اللي تصير به حكومتي. هذا إذن هنالك ثمة نقطة عملية وواقعية. قضية أخرى الجهد الهندسي، أيضا لأول مرة نجد بأن هنالك حشد هندسي. سابقا كل واحد يعمل ضمن مساحته، أبو أمانة بغداد لا تتقدم خطوة باتجاه الحدود الإدارية للمحافظة، المحافظ لا يتراجع خطوة باتجاه حدود أمانة بغداد، وزارة الأسكان هكذا. هنالك اليوم أصبح هنالك ثمة حشد هندسي، ادخلت فيها الجهد العسكري، جيش، وحشد شعبي وإلى غير ذلك.
هذا بالتأكيد يمثل أيضا خطوة مهمة تبشر بخير إن شاء الله في إيجاد خطوات عملية على أرض الواقع. طيب هنا دكتور أيضا خلينا نتحدث عن يعني الجانب التقييمي وتقييم الأداء وتقويم الأداء، وهنا نتحدث عن حتى الإدارة المالية في هذا الجانب، باعتبار أن المال والأرباح اللي يحققها على مستوى الخدمات مرهونة بزمن، ودائما ما نقارن الزمن بهذه المصروفات وأداء هذه الخدمات، لما يكون هنالك لجان مشكلة من قبل مجلس الوزراء لمتابعة هذه الأعمال. نتحدث عن جهات رقابية، هل نحن بحاجة إلى إصلاح الجانب الرقابي في المنظومة الحكومية حتى نستطيع من تفعيل هذا الأداء قبل أن نذهب إلى الجانب الرقابي البرلماني والقضائي والشعبي؟ لا، هو الحقيقة أنا ما أعتقد أنه نحتاج إلى المزيد من اللجان ومن الجهات. أنا أعتقد أنه نحتاج إلى تفعيل القوانين الناظمة للعمل. هسه راح أتحدث أنا على الجانب الاقتصادي يعني، فلو كانت هذه القوانين مفعلة أنا أعتقد ممكن نحد من ظاهرة الفساد، ممكن عملية الرقابة تكون أكثر وضوح وأكثر شفافية. شوف مثلا ديوان الرقابة المالية يكتب تقارير أو تقارير السنوية، يعني أنا دائما أوصفها يمكن 5 أضعاف الأوراق اللي تأتي بالموازنة العامة، الملاحظات التي ترد على الموازنة العامة. وبعدين يعني المشكلة للجهات القطاعية هي دا تهتم بالملاحظات اللي دا ترد من ديوان الرقابة المالية، ولا اللجان الرقابية في البرلمان أرسلت على هذه الوزارات وهذه الدوائر تعالوا أنه هذه الإخفاقات اللي موجودة في دوائركم كيف معالجتها، ولا حولت إلى الجانب القضائي حتى يتخذ إجراءاته. فإحنا المشكلة لو كانت الإجراءات القانونية فعالة والمخطئ ممكن أن يحال بسهولة إلى القضاء، أنا أعتقد أنه لا، ما نحتاج إلى هذه اللجان وهذه الإجراءات، هي تمشي الأمور بشكل اعتيادي. لكن أنا أعتقد مثل ايضا ما اشار استاذ جمعه في بدايه حديثه، يعني هذا الصراع الكتل السياسيه اللي تحمي بعض وزرائها بعض مدرائها، انا اعتقد انه هو السبب الاساسي للاخفاقات المتكرره خلال ال20 سنة الماضيه. نعم. طيب ايضا يعني تحدثنا عن التصويت للبرنامج الحكومي، وهذا البرنامج هل سيكون دكتور عبد الرحمن نقطه الشروع لتنفيذ كل هذه المشاريع والمنجزات؟ سبق البرنامج الحكومي هذه الجهود اللي تحدثنا عنها بالملف الأول، جهود خدمية، ولكن الشروع الفعلي وتقديم الخدمات فعليا مرهون بكلف وموازنة، وقبل الموازنة أيضا إقرار لهذا البرنامج الحكومي. لا، هو البرنامج الحكومي يتكون من شقين. الشق الأول أنه خلينا نخطط أولوياتنا، وأنا أعتقد أنه هذه المرحلة تم ترتيب الأولويات للحكومة. طبعا هذا ترتيب الأولويات مو الآن بالبرنامج، وإنما برنامج الانتخابي للسيد محمد الشياع السوداني عندما كان مرشح للبرلمان، هو هذا برنامج الانتخابي، حكومة خدمات، تقديم الخدمات، الحماية الاجتماعية، زيادة عدد المشمولين بالحماية الاجتماعية، ومعالجة البطالة والفقر. لما أصبح الآن في سدة الحكم عزز هذه الأولويات في برنامجه، فلذلك البرنامج يختلف عن برامج الحكومات السابقة، قد أخذ منها بعض الشيء، لكن أنا أعتقد أن أولوياته كانت باتجاه الخدمات. الآن هو رسم الأولويات عند إقرار الموازنة، كم ستخصص للجانب الاستثماري وكيف سيفعل الجانب الاستثماري من أجل تمويل هذه المشاريع. أنا أعتقد أنه، خليني أشاطر أيضا الرأي للأستاذ جمعة، أنه هناك أولويات مثلا المستشفيات اللي موجودة واللي أشار لها البارحة بالبرنامج حكومي، انه هناك مستشفيات اعتقد في 5 أو 6 محافظات ومستشفيات كبيره، نسبه الانجاز تزيد عن 70، قسم من المستشفيات 90%. نعم. انا ما اعتقد انه هذه تحتاج الى جهد كبير او تخصيصات ماليه كبيره، واعتقد كان نوع من الصراع بين الحكومه المحليه والحكومه الاتحاديه، انا اقصد الوزاره والمحافظه، على تاخير انجاز مثل هذه المشاريع. وأنا أعتقد أنه هذا راح يكون من ضمن الأولويات. الآن الاستفادة تم الاستفادة من أموال صندوق الإعمار في تمويل بعض المشاريع، واللي الآن نشاهد أنه هناك عمليات كبيرة في عمليات الإكساء الطرق في محافظات وفي المدن، وهذا أعتقد أنه أسرع إنجاز ممكن أن يتضح على الشارع والناس تلمسه. وهنا أيضا حسن التخطيط أستاذ جمعة نتساءل عنه، يعني دائما ما تم التركيز على قضيتين أو وزارتين مهمة في هذا الشأن في هذا الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء، على وزارة التخطيط ووزارة المالية بأن يؤدون دورهم المطلوب في تنفيذ أو تخطيط هذا البرنامج الحكومي.
نلاحظ بانه هذه الوزارات راح يكون عملها متناسق ومتسق مع بقيه الوزارات والجهات غير المرتبطه بوزاره. القلب النابض للحكومه هي التخطيط والماليه، لانه انت عندما تعمل بلا تخطيط، يعني اشبهها بالعاميه مثل ما تبني بيت بلا خارطه. نعم. وايضا عندما تصمم خارطه مثاليه وانت ما عندك امكانيات ماليه او ما راصد امكانيات ماليه، بالتاكيد تبقى حبر على ورق. العمليه عمليه تكامليه في جانبها التخطيطي، في جانبها المالي، وفي جانبها التنفيذي في قضيه توزيعها على اساس الرقعه الجغرافيه وفق احصاءات محدده. اذن هن لك عامل تكاملي في ما بين وزاره التخطيط ووزاره الماليه، وفضلا عن البرنامج الحكومي. نعم. الذي لابد ان يكون متسق مع هاتين الوزارتين. نعم، اشكرك شكرا جزيلا سيد جمال عطواني رئيس مركز وفق للدراسات الاستراتيجيه. شكرا جزيلا للملفين، وشكري الكثير لحضرتك الدكتور عبد الرحمن المشهداني الخبير الاقتصادي. شكري موصول لكم مشاهدي الاحبه على حسن المتابعه. في امان الله.